السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة برحلة ومغامرة جديدة. إن شاء الله نحن متجهين لأحد المرتفعات الشاهقة في إمارة الفجيرة، وإن شاء الله من هناك نحاول نغطيكم المنخفض اللي متوقعين أمطار اليوم. إن شاء الله يقولوا توقعات هناك بأمطار اليوم مباشر على المنطقة الشرقية، فإن شاء الله بنحاول إن نعرفكم على المكان ونعطيكم جرعة ثقافية عن المكان، أكانت طبيعية أو كانت تاريخية. شوفوا معاي الوجهة راح تكون على هذه القمة، وإن شاء الله راح أراويكم هذه الزاوية اللي حالياً أنا قاعدة أمشي فيها من قمة الجبل. إن شاء الله نوصل بالسلامة. شايفين السحب؟ هذا قدامنا هو جبل مبرح، وهذا هنا يمينه يكون جبل حمري، وهذا هو جبل مبرح. شايفين؟ ما زلنا مستمرين. هذا جانب من سلسلة جبال المنطقة الشرقية، وهذا الشمالية. طبعا هذا هو مبرح، ما زلنا مستمرين، لكن حبيت اشارككم شيء جميل وغريب. هذه كلها صخور، سبحان الله. شوفوا كيف، سبحان الله. شوف ها، نقول بسم الله، قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذه دبة بالكامل من المصنع، من دوار المصنع، وانت ساير ليل عقة. شايفين النهضة الراشدية وسط غوب؟ طبعا هذه غوب، هذا المصنع، هذيك المحترقة، المحرقة، المحرقة مش المنطقة، المحرقة اللي يحرقوا فيها المخلفات. طبعا هذه سلسلة جبال وادي الفاي، طبعا هذه غوب جديدة، وهذا طريق مسافي دبة. عاد هذا بيت الجديد، شوفوا الواجهة. هذه واجهتي، وبرقد هنا ان شاء الله، وبتابعكم وبتابع الامطار من هنا ان شاء الله. يا سلام. هتشوفوا اول خطوه بالرحله كيسه الزباله، نأمن الكيسه، وطبعا هذه رساله لكم انتم كذلك، اول خطوه برحلتكم كيسه الزباله. حافظوا على نظافه اي مكان تقعدوا فيه وتستمتعوا فيه، بحيث ان غيركم يقدر يستمتع، وبنفس الوقت تحافظوا على البيئه والحيوانات، وتحافظوا على بلادكم نظيفه. بعطيكم معلومه عن المغامرين وخاصه المجانين مثلنا، اي مكان يسيروه يحبوا يسووه برج، برج من الحصى. براويكم الحين، براويكم هذا البرج الحين، بسويه خطوة ورا خطوة وبيطلع لكم برج خليفة هنا. عاد ثم النجاح في بناء البرج، هذا برجنا. طبعا هذا توقيعي، والمؤسرة انا حط مثل هذه الابراج، يعني اي جماعة اي مكان تسيروا اي جبل حصلتوا نفس البرج عرفوا اني انا اللي مسويت انه. شايفين تمت عملية بنجاح، طبعا تطلع صورة خيالية مع الزاوية هذه. شايفين؟ شايفين الزاوية؟ صورة خطيرة. الحين بعطيكم بعض المعلومات لازم تعرفوا، ان انا حاليا واقفة في نقطة تفصل بين سلطنة عمان وامارة الفجيرة وامارة رأس الخيمة. طبعا جبل الحمري وهذه المنطقة كلها تابعة لامارة الفجيرة، سلسلة الجبال اللي على اليسار هذه تابعة.
التابعة لمحافظة مسندم لسلطنة عمان، والسلسلة الخلفية اللي تكون هناك جبل مبرح، هذا المنطقة تابعة لإمارة رأس الخيمة. فيعني مثل ما تقولوا سلسلة جبال فيها حدود بين ثلاث مناطق، أو مثل نقدر نقول بين دولتين وإمارتين. والمكان اللي فيه أنا وكذلك جبل مبرح يعتبر من الأماكن المرتفعة واللي درجات الحرارة تكون عادة منخفضة، وخاصة في فصل الشتاء تصل بعض الأحيان إلى 3 أو 4 سليليزي. فالأجواء حاليا برد برد بعد برد، يعني الواحد اللي بيه هنا لازم يلبس جاكيتين، 3 4 زلاغين، 4 5 قفازات، قبعة على الراس، سكر الدواني عن الهواء. الأجواء الشتوية ما شاء الله، مثل ما تعرفون نحن بعد دخلنا المربعانية اللي يشتد فيها البرد عندنا، شدة البرد في فصل الشتاء. قاعد أصور وهذه الأجواء، الحين الشمس غربت وننتظر عاد الحين تظلم الدنيا، ومثل ما شايفين السحب والحمد لله الحطب جاهز للتدفئة. عاد انا اشوف بيتنا من هنا اللي مولع كشافات نادي دبا، شوفوها ما شاء الله نادي دبا مشغل الكشافات. اخواني باي باي، انا اشوفكم ياسين على البحر، اخواني ياسين على الفقيت. غروب الشمس عاد فعلا الجو بارد بارد، انا صراحه ما توقعت انه يصل لهذا يعني الدرجه، اليوم وايد بارد، مع اني كنت من فتره قريبه قبل اسبوع تقريبا هنا، بس اليوم هذا كله حق التدفئه خلاص. دبا ليلا، نزل الليل ونورت الدنيا، الله يدوم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. الله يعشق مصر، أموت بيك يا الغالي، غير انت النفس مالي، عشقك يا قمر عالي، عشق مصر عشق موت ولا صوت بعدك يا حلو اسماله، وحبه وعيني تجماله، ازعل منه ورجاله ولا صوت ولا صوت. تمنيت يرجع وقت بيه واترك نارك، حتى مرد لك حبيب اختارك وكون اشدك. عاد الحين بدأ صراع البرد والتدفئة، والحطب ما راضي بعد يورا، الحين ماشي غير الكيروسين. وهذه أجواءنا طبعا، ما بقول القريب يقرب لأنه ما حد يروم يقرب هنا. كل عام وحبنا للعاذلين، يشرق بنوره وفا حب وغرام، كل عام وحبنا للعاذلين، يشرق بنوره وفا حب وغرام.